بص، هو الفيديو ده مش هيبقى طويل يعني كالعادة، بس احنا هنقول كلمتين سراع كده عن التعليم التقليدي. التعليم التقليدي بيقصد بيه يا جماعة هو التعليم اللي احنا بنتعلمه العادي في المدرسة، اصحى من النوم روح المدرسة اتعلم لحد ما تتخرج من الجامعة وبعدين احصل على وظيفة. روبرت كيوساكي وهو مؤلف كتاب البور داد ريتش داد، الاب الغني الاب الفقير، وانصحك يا صديقي انك تسمع تقرا الكتاب ده او تسمع ملخص عنه وعن على الساوند كلاود او اي حاجه بتقدم صوتيات. ما علينا، اهي معلومه مفيده. الراجل ده دايما في لقاءاته بينتقد اسلوب التعليم، مش بينتقد التعليم نفسه. هو مفيد جدا الانسان يتعلم وكل حاجه والكلام ده كله. التعليم التقليدي انك تروح المدرسه تتعلم اشياء محدده، تتعلم امور، تدخل امتحان تمتحن وبعد كده تفرغ علشان تشحن باشياء جديده. قد تستفيد بعض الاشياء ولكن ضئيله جدا. يعني مثلا في دول بتعمل اسكيب لخطوات معينه او مراحل معينه للطفل علشان يخش في اللي بعده، لكن التعليم وكانه كالمقص، عندي شويه حشائش في الارض بحاول اسويها كلها ببعض. طب في نجيله او حشيشه واحده بس كده طويله، لا اقصها عشان تتساوى بالايه بافرادها او باصحابها باقرانها، او في تفيحة شاشة قصيرة ومحتاجة ان هي هنرعاها وهتطول مستقبليا، لا بانزل لمستواها. فهو كأنه مقص، فلازم يراعى موضوع ان ده حد ممكن نعمله سكيب الخطوات كتير. الولد ده اوفر كواليفايد، موهبته فظيعة شجاعة، خاصة انك لو تأملت فعلا في ولو تأملت فعلا في موضوع الوظائف الكف اللي بتدي مرتب ومكفية الناس كويس جدا، كلها جت من حد مش من الوظيفة. يعني دايما خرجوا عن المألوف وعملوا الغير معتاد. تمام، يعني اتكلم عن اي حد، ستيف جوبز مش اصلا ما اتعلمش يعني ساب الجامعة، بيل جيتس نفس الوضع، مارك زكربيرج بتاع الفيسبوك يعني خد الدرجة الجامعية بتاعته بعد ما انشأ مشروع اصلا فيسبوك، خد الموضوع ده كرفاهية. اي وظيفة اي حد بينجح فيها دايما تحس ان هي ما تلقاهاش في المدرسة او التعليم. التعليم التقليدي بدأ مع الثورة الصناعية، ان هو بعد ما الثورة اتعملت وبعد ما الصناعة اتعملت بدأوا ان هم يقولوا ان احنا هنعمل وظائف محددة وقوالب محددة، ان احنا عايزين مثلا نخلي مثلا كارير معين او مهنة معينة لشيء معين، عايزين مهندس عايزين طبيب عايزين مش عارف ايه يعمل التاسكية ديت او الحاجة دي. دايما بيقولك من الحاجات المهمة اللي روبرت كيوساكي دايما بيقولها، بيقول اني انا دايما I don't care، انا مش مهتم بحاجة زي كده، انا عملت كتير حاجات ما بحبهاش، اهم حاجة الهدف من الحاجة اللي انا بعملها دي. فانت لو شايف ان مثلا انت المذاكره دي حاجه ما بتحبهاش، ان العمل اللي انت بتقوم ده حاجه ما بتحبوش، بس هو سوري انت بتحب، محتاج احتياجاتك، انت محتاج احتياجاتك، انت لو عندك مسؤوليات او حاجه معينه مضطر ملتزم بيها كل شهر، فانت لازم تعمل حاجه اللي ما بتحبهاش دي. فلازم من سمات الناجحين دايما اللي هو موضوع الادابتنج، التكيف، بيتكيف مع اي حاجه ومع اي وضع وبينشئ الظروف اللي ممكن تخليه ينجح بطبيعة الحال. طيب ايه الحل في موضوع التعليم التقليدي؟ اتعلم، واي نوت، كده كده الشهادة بتاعتك موجودة، اتعلم. بس مع التعليم ده ربي عيالك، وادرك انت لو انت طالب حتى بتسمعني دلوقتي من وقت قريب جدا او من بدري جدا او قبل ما يفوت الاوان، اعمل تعليم تكميلي، اتعلم مع الحاجة مع المدرسة الحاجة المعينة اللي هي بتفوكسنج قوي تخليك مبتكر ومبدع، وبطبيعة الحال تنك دور واستمر في البحث عن موضوع الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت هتؤدي فيها، وخلاص. محدش فينا عارف بكرة في ايه، محدش فينا عارف متأكد انا رايح فين، كلنا بنجرب، كلنا بنجرب وكلنا ماشيين وكلنا مش متأكدين من اللي جاي ايه. بس القصة كلها بتصحى من النوم تشتغل تعمل يعني ما بوسعك وتحسن الظن بالله علها تأتي بأحسن مما تمنيت أو بأفضل مما تمنيت. فالقصة كلها اعمل تعليم تكميلي. أنا معايا مثلا الوظيفة الفلانية دلوقتي، يبقى مع الوظيفة دي حاجة تانية شغال عليها، ماي اون بيزنس اللي أنا شغال عليه. بتعلم دلوقتي، أتعلم حاجة، أشوف إيه المطلوب دلوقتي في الأسواق، فكرك يروح بطريقة معينة للشيء اللي أنت عاوزه، للشيء اللي انت تستطيع في وقت ما انك تدر منه دخل او تستطيع انك تكفي نفسك منه مستقبليا.
الامور دايما بتبدا من لا شيء، وكل البيزنس بتبدا البيزنس مودلز، كل البيزنس مودلز بتبدا من لا شيء، تبدا من خطوه بسيطه، ولكن بطبيعه الحال تبدا في وقت معين بتقدم كل حاجه وبتتعب في كل حاجه وبتعمل كل حاجه، وفي لحظه معينه بتلم النتائج مره واحده. يعني مثلا تلاقي نفسك مفيش حاجه دلوقتي، بس مره واحده بتلاقي النتائج بتظهر معاك، مره واحده بتبدا تحصد النتائج مره واحده. دايما بيقولوا ان الشغف ما بياكلش عيش، بس انت ممكن تحول الشغف بتاعك ده لفلوس. يعني لو الشغف، لو شغفك او الحاجه اللي انت بتحبها مش بتجيب لك فلوس، فانت بطبيعه الحال محتاج تعمل الحاجه دي في وقت فراغك. يعني ده عادي، ده لان انت مش مثلا لو انت عندك التزامات او متزوج، فانت مش هتاكل عيالك سندوتشات شغف بالجبنه اخر الشهر. عندك اقساط، مش هتروح تقول للراجل عليك قسط والله اتفضل حته شغف. نو محدش بيعترف بالكلام ده. احنا اصلا دلوقتي العالم كله عالم مادي، عالم مادي بيعترف بالماديات، والناس دلوقتي ما بقتش تقبل بالعادي. يعني كان زمان مثلا ابويا وابوك وجد وجدتك عادي، يعني بيت عايشين، مرتب جاي، العيال تتعلم، دي الحياه، دي الحياه العاديه. دلوقتي الناس بتدور على الاكستريم، اقصى حاجه. اشمعنى بنت خالتي عندها وانا ما عنديش؟ اشمعنى ابن مش عارف مين عنده وانا ما عنديش؟ لا لا لا، ده احنا لازم نعمل مش عارف ايه عشان نعمل مش عارف ايه عشان العيال ما يبصوش لحد. فدايما الحياه مهيبره، في هايبر على طول، اكستريم 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 اكستريم، بندور 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 على ايه؟ اي دون نو. يعني زي ما بقول لك، اعمل تعليم تكميلي، اشتغل واعمل اللي عليك، واحسن الظن بالله، وقرب دايما من ربنا، اصلح ما بينك وبين الله يصلح لك كل شيء. سلام. استمع الى كلام الحمقى. اي معلومه بتعرض قدامك، انت ليك عقل تفكيري وتحليلي بيحلل المعلومه اللي قدامه، معلومه توافق مع مبادئك وقيمك وعاداتك وتقاليدك، فخلاص الدنيا تمام. وطبعا في الاول دينك لازم هو ده المبدا اللي يكون مرجع ليك. بعض القواعد اللي احنا هنتكلم فيها النهارده مهمه جدا، بعضها يمكن ان تعدل عليها، بعضها يمكن ان تصلحها بنفسك، بعضها ممكن ان تضيفها. المهم الفكره توصل ليك، ولكن هي افكار رائعه وقواعد ممتازة لبيت سعيد. فكوباية شايك او قهوتك بقى وتعالي عشان نقول القواعد دي. كلنا عارفين ان احنا في بيوتنا دايما لما نيجي نربي اولادنا بنحتاج نقول مجموعة من القواعد والالتزامات اللي هي في اليوم التالي على طول بتتنسي بطبيعة الحال من الابناء. تربية الاولاد بطبيعة الحال بتكون محتاجة اني حضرتك تكرر، لان الطفل دايما بيتعلم بالتكرار. وكثرة الامور والنصائح اللي الاباء بيقولوها لابنائهم بتكون كتيرة جدا، لدرجة ان هم بيتجاهلونها وبتخش في بعضها، والاطفال والابناء نفسهم بينسوها، وحتى الاب والام بيتجاهلوها وبينسوها. فانك تكتب ورقة بالقواعد ديت وتعلقها على باب الحجرة بتاع الاطفال او في البيت او في جنبات المنزل مهم جدا. الكاتب بيقول ان خد الورقة ديت وكتب القواعد اللي فيها وعلقها في غرفة ابنائه، وعشان ما يقعش في قوله لا